في موظف بيقول لي انا بخرج الصبح الساعة 7 برجع مثلا بيتنا الساعة 6 7، انا هعمل ايه يعني؟ هما يومين اجازة باخدهم في الاسبوع، اديني بقعد مع العيال، قول لي اعمل ايه؟ فانا صحيح ساعتها يعني بفكرت كده، انا ما اعرفش انت امكانياتك ايه او ممكن تعمل ايه، ما انا فعلا صحيح. ما اعرفش يعني. فهل حضرتك ممكن تدي له نصيحة او تقول له ممكن يعمل ايه؟ انا في مره واحد سالني السؤال ده، قعدت اتكلمت معاه وقلت له هو انت كنت دارس ايه؟ فقال لي انا كنت خريج كليه الاداب. قلت له انت مثلا قسم ايه؟ قال لي قسم تاريخ. طب انت شغال فين دلوقتي؟ قال لي في هيئه حكوميه بشتغل في حاجه في المسح الجغرافي والحاجات اللي زي دي. قلت له تقدر تدي درس في التاريخ؟ قال لي انا عمري ما فكرت، ده انا حتى اولادي ما بعرفش اذاكر لهم. لكن لما لقى نفسه بدا يحتاج فراح مكلمني، قال لي اكلم مين؟ فقلت له تعالى نبدا بالسناتر، تعالى نبدا بالمدارس، خبط عليهم وقول لهم انا اقدر اقدم ده لو حد محتاجني. راح طابع اسمه وحطه على المكاتب بتاعه التصوير والمستندات. يا جماعه ده رقم التليفون لو حد عايز ياخد درس في التاريخ. فبدات ناس تكلمه، يمكن اول ما بدات الدراسه بداوا الناس يقولوا له طب ما تيجي تقعد مع اولادنا شويه. فبدا ياخد 4 مجموعات اهو خلال اسبوعين بعد ما نزل الرقم. بعد كده راح مكلمني قال لي انا ما كنتش اعرف ان انا انفع مدرس، ده انا لما قعدت معاهم استمتعت وياهم. ليه بقى؟ البني ادم دايما عنده طاقه مخزنه لا تظهر الا في الازمات. صح. اللي هو الاستعداد، عارفه لما بتكوني قلقانه حضرتك وعايزه تمدي علشان عايزه تلحقي ابنك في المدرسه، انت ربنا بيديكي قوه مضاعفه. الواحد بيقول انا ما اعرفش وصلت ازاي، يعني الكلمه دي احنا بنقولها. طب يعني الشخص اللي حضرتك بتتكلم عنه او المدرس ده كان خريج اداب، في حد تاني ممكن يقول حضرتك طب انا مثلا خريج مؤهل متوسط دبلوم، وايام زمان ما كانش فيه الاهتمام بيهم زي ما الدوله بتحاول تعمل، ده كلام صحيح. فانا ما عنديش مهارات، بشتغل فني عامل في حاجه مثلا، باخد دخل برضو قليل، برجع الساعه 5 زي ما اسحاق كان بيقول، الا عندي حاجه ممكن استفيد بيها زي ما حضرتك بتقول عن المدرس. في واحد معاه دبلوم تجاره وان كان سنه وصل ل40. ايوه. فعدى على محل جنب بيته، محل بقاله، قال له لو محتاج لحد يساعدك يبقى قول. انت ازاي يا استاذ فلان وبتاع ده، معلش احنا عايزين نشتغل، انت عندك حد؟ قال له انا عن نعرف حد بس في حته بعيده شويه. قال له يبقى افضل اطلع بره الحي مش مشكله. راح يشتغل في مخزن بالليل، كل شغلته انه يقعد ويكتب الاصناف اللي بتدخل والاصناف اللي بتطلع. حاجة بسيطة بمبلغ ما كانش كبير، بس مشرف. المبلغ ده مشرف على الحاجة اللي بداخلة وخارجة، ده يا دوبك عامل زي الكاتب. انه يكتب اللي داخل واللي طالع بس. الراجل ما قالش لا. وما قالش ده انا هقعد هنا في المخزن ولا مش هقعد، يعني الشغل مش عيب. اقول لك هي المشكلة فين؟ انها ثقافتنا احنا بقى. انت هتقدر ولا مش هتقدر؟